السلام الله عليكم أحبتي. في هذا الفيديو سوف نتعلم ما يسمى بفاكتورينج ديفرنس اوف تو سكويرز، وطبعا لهذه الغاية يوجد ايدنتيتي وحيدة وهي ما نراه هنا. إن كان عندي سكويرد ماينس بي سكويرد ايكوالز اي ماينس بي تايمز اي بلس بي. في هذا السؤال الأول اللي يحتوي على 7 أفرع، المطلوب هو to factor each. عندنا x squared minus 1 وكما ترى هي تشبه هذا الشيء الموجود هون. يتوقف قدرتنا على الحل على ما يلي، وهو نسأل ما هو square root of 1. square root of 1 كما تعلم يا رعاك الله equals 1. سو هون عندي أقواس بهذا الشكل، then x minus x plus، ثم نضع square root of 1 كما ترى في هذه الأقواس. طبعا مسألة أنه في البداية minus أو plus، plus أو minus، ما في أي فرق. بنعرف أنه الضرب commutative، ما في مشكلة تبدأ ب plus أو minus. عندنا في المسألة الثاني x squared minus 25 أيضا سنسأل نفس السؤال، ما هو square root of 25؟ طبعا الإجابة هي 5، فراح يكون الفاكتورايزيشن بهذا الشكل x minus 5، أو بإمكانك تقول plus the way you like ما في مشكلة، then x minus 5. انتهى عندي هون x squared minus 49، وسنسأل أيضا ما هو square root of 49، والإجابة هي 7. So it will be x minus 7 و x plus 7، وهذا طبعا complete factorization. نستمر في عندي 36 minus x squared. هنا يعني إذا ترى أن هذا يختلف في الترتيب، يعني بدل أن يبدأ ب x squared بدأ ب 36، ما في مشكلة، ولكن علينا أن نحترم هذا الترتيب، بمعنى أنه طبعا مما لا شك فيه أنه راح نكون محتاجين إلى square root of 36 اللي هو طبعا بيساوي 6. then it will be 6 minus x و 6 plus x. لا يجوز لنا إذا كانت المسألة factorization أنه نغير الترتيب، علينا أن نحافظ على الترتيب الموجود. عندي في المسألة السادسة x squared minus 100، طبعا رح يلزمنا square root of 100، وكلنا نعرف انه 10، then رح يكون الفاكتورز بهذا الشكل x minus 10 x plus 10. وفي المسألة السابعة والأخيرة بهذه المجموعة عندي x squared minus 5. طبعا أول شيء رح يواجهنا أنه ما هو square root of 5. كلنا نعلم أنه square root 5 الراشنال real number. So ما فينا نعمل reduce. square root 5 تبقى كما هي، لأنه square root 5 in simplest form هي ليست 5 مثل 100 أو 36 أو 49، بحيث أنهم هذولا perfect squares. So we can find out what square root of each of them. But square root of 5 irrational. طيب مثل هذه الحالة إيش رح نكتب؟ رح نكتب ما يلي x minus أو plus كما تشاء، x plus then square root of 5 square root of 5. طبعا متى نلجأ لهذا؟ عندما يكون ما نريد ان نقوم يعني بجراء فاكتورايزيشن عليه برايم سوري الراشنال نمبر، ثم نلجأ لسكوير روت 5. سكوير روت 5 ما في اي مشكله. سو انتهت هذه المسائل. خلينا نشوف يعني كيف يمكن ان نوظف هذا الفاكتورايزيشن في ربما عمليات جبريه اخرى. في هذا السؤال المطلوب هو تو سولف باي فاكتورينج، يعني راح نجد solutions لهذه الكوادراتيك equation.
ولكن معتمدين على الفاكتورينج وليس على أي ميثود أخرى. طبعا في ميثود أخرى راح أشرحها جانبا. عندي x squared minus 9 equals 0. إذا أردنا أن نحلها by factoring, first لازم نعمل factorization. So we have x minus 3, x plus 3, والسبب طبعا بسيط إنه square root of 9 كما تعلم يا رعاك الله equals 3. Then هذا يفتح عندي خيارين, إما أن تكون x minus 3 equals 0, وإذا نقلنا الـ 3 إلى الطرف الآخر تصبح x equals 3, أو يكون عندي x plus 3 equals 0, وإذا نقلنا 3 للطرف الآخر تول بي minus 3. In total we have two solutions, x equals plus minus 3, أو ممكن تكتب الأجوبة بهذا الشكل, x equals minus 3, 3, the way you like. طيب نحن نتحدث by factoring, هل يمكن حل هذه x squared minus 9 بطريقة أخرى؟ طبعا في أشياء alternatives, خلينا نشوف إيش ممكن نعمل. ممكن يكون هذا تسميه solution آخر أو طريقة أخرى للحل, إنه عندي x squared minus 9 equals 0, then you can shift 9, then x squared it will be 9, then بهذه المرحلة you can apply square root, then x will be plus minus 3. طبعا هذا هو البديل إذا كنت ما بدك تشتغل بالفاكتورايزيشن. نيجي للمسألة الثانية, عندي x squared minus 144, we need to solve by factorization, وأرض راح نشوف alternative method to solve this. So if by factorization, so firstly نشوف 144 طبعا perfect square root of this equals 12, ويصبح the prime factors لهذا الشيء هو x minus 12 x plus 12, وهذا يفتح أيضا احتمالين, الأول هو أن x minus 12 equals 0, then we can shift then x 12, والاحتمال الآخر هو x plus 12 equals 0, يمكن نعمل shift then x equals minus 12, وهذه الحلول بالنتيجة x equals minus 12 و 12. وأيضا alternative method لهذا العمل هو أنه بكل بساطة نحكي أنه x squared minus 144 equals 0, then shift 144 to the other side, x squared equals 144, then you can apply square root, then x it will be plus minus 12, هو نفس الإجابة حتما. أما في المسألة الثالثة أيضا to solve by factoring وأيضا by alternative method. So the question is, what is square root of 7? Of course, square root of 7, non-perfect square, so يبقى نفسه square root of 7. We cannot reduce that square root of 7 in simplest form. So it will be x minus square root of 7, x plus square root of 7 equals 0. Two options, x minus radical 7 equals 0. If you move, x it will be square root of 7 equals 0. If you move, it will be minus
فبالنتيجة يوجد عندي حلين x equals minus square root of 7 و square root minus square root of 7 و square root of 7. وطبعا الحل ربما البديل لهذا هو انه 2 isolate x squared, يعني عندي هون x squared minus 7 equals 0. We can move 7 to the other side. Then x squared equals 7. بهذه المرحلة we can apply square root. وطبيعة الحال x will be plus minus square root of 7. اوكي. في المسألة الرابعة تكون هذه المسألة الأخيرة في هذا الفيديو, طبعا راح يكون في فيديوهات لاحقة للحديث عن نفس الموضوع, وهو difference between two squares or difference of two squares. لكن هذا هو الفيديو الأول بهذه السلسلة عند 25 minus x squared equal 0. طبعا عندما يكون equal 0 من حقك انك تقلبها, ما في مشكلة. يعني اذا انت بتحب تكون x squared بالبداية minus 25 it's fine, ما دام انها equals what 0. So هذه ليست مثل على سبيل المثال لو كان السؤال عندي factor 25 minus x squared, راح نتحدث عنه لاحقا. لكن فيما يتعلق بهذا equal 0 بإمكانك أنك تقلب, ما دام أنها equal 0 it's fine, تقدر تخليها x squared minus 25 equal 0, then x minus x plus. والسؤال الأزلي هو ما هو square root of 25, الجواب هو 5, so it will be 5 here, then this will opening two doors, x minus 5 equals 0, so if you move 5, then x will be 5, or x plus 5 equals 0, if you move 5 to the other side, x will be minus 5. والسؤال هو الآن, ما هو الفارق بين أن يكون عندي equal 0, حكينا أنه لما تكون equal 0 you can flip the way you like, ما في مشكلة. أنا عندي 25 minus x squared, حاب أنها تكون x squared minus 25, it's fine. لكن عندما يكون السؤال يتعلق بفاكتور هذا الإكسبريشن, so هون we have to show respect to the order. I mean ما بنقدر هون نقلبها نخليها x squared minus 25, we can but this like extra work. So بهذه الحالة حافظ على الترتيب الموجود, يعني ابدأ بخمسة, then here 5 plus minus, then x and x. هذا complete factorization, لا تفعله. نميز بين أن تكون equal 0 وبين أن تكون factor. أحبتي انتهى هذا الفيديو. طبعا بأكد أنه راح يكون فيه فيديوز لاحقا للحديث عن نفس هذا الموضوع. أرجو أن يكون فيه فائدة للجميع, وشكرا.